صحبه أجمعين. نبدأ بعون الله في حصة جديدة من الآية 159 من سورة الأنعام إلى آخر السورة بعون الله في القراءة الجماعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إنما أمرهم إلى الله. إنما ينبئهم بما كانوا يفعلون. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين. وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لا شريك له. لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء.
ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وإنه لغفور رحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء نعم ولا تكسب كل نفس إلا عليها نعم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى نعم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك
ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم شيء. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء نعم ولا تكسب كل نفس إلا عليها تمام ولا تزر وازرة وزر أخرى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير القراءة الفردية وقبل ما ننتقل للقراءة الفردية نحب نذكركم بهالحديث العظيم وتوكي نذكر الحديث تعرفوا علاش ذكرنا الحديث الحديث هذية رواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه عرفتوا علاش العمر فقتوا انتم ختمتوا 15 حزب ولا دايخين فاكين ولا دايخين 15 حزب راه وكان الدور من هنا لهنا اللي يعطيهم لك كان المولى عز وجل فلذلك يجب الحمد في هذه النعم التي أنعم الله بها علينا الله العظيم كل واحد فيه يسأل نفسه عمره فين قضاه؟ مش معناتها مش معنى قضاه في المعاصي لكن شوف هالفترة الزمنية القصيرة أنعم عليه بهذا الخير 15 حزب تحفظها من القرآن الكريم لأن غير ما الله أعلم فيه موجود الآن إحنا في ضيافة الرحمن في بيت من بيوته نتلو القرآن تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتنزل علينا السكينة ويذكرنا المولى عز وجل في ملأ أفضل من هذا الملأ خيرات عظيمة لكن يجب علينا أن نقف مع هذا الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع العمر كيف اللي قضى عمره 40 سنة يكتب في تفسير مش يخرجوا للأمة تحرير والتنوير لابن عاشور قديش قعد يكتب فيه 40 سنة وهو يكتب هذا باش يسأل ربي يقول له الأربعين الأولى فين عديت ما هو العمر باش يسألنا عليه ولا كيما يسأل يقول له أنا عديت ونكتب في تفسير وننفع في الأمة
والاخر يسال ويقول له كنت نقري في الماده نتاعي اي ماده كانت المفيد فيها نفع للمسلمين وقدمتها كما كما الرضي المولى عز وجل والرضي ضميري لي انا على قناعه اني اديتها الامانه هذه على خطر العمر اي لحظه باش يسالنا فيها ربي اش عملت فيها. شفتوا المقارنه ديما بالسقف. تقول انت قبل كنت متخبي بالعرس وكان قعدت متخبي بالعرس تحفظ 15 حزب ما تحفظهمش فهذه نعمه اللي تخبى بالعرس يقعد غادي ديما مخبي نعمه كبيره ياسر. ما العمر هذا باش يسالنا المولى عز وجل عليه عن عمره فيما افناه زيد الثانيه جبت البطانية شيخ ولا مازلت ما شاء الله وعن علمه ماذا عمل به الثانية العلم اللي أعطاه لك ربي أي علم ينفع المسلمين شرعي ديني أي حاجة تنفع المسلمين بلغتها ولا لا وعن علمه ماذا عمل فيه أو عمل به والثالثة وعن جسمه فيما أبلاه الجسم فين عديته 40 سنة ويدخل ومن بعد يحطهم مؤذن ويبدأ يذن ومن بعد ما يكون شباب العباد تسكر في الشباب اللي دخن 40 سنة مازال يحطوا يقولوا له هنينا على الجامع هنينا على المسجد ويهنيها مريقل يلا 40 سنة هكا الجسم هذاك باش يسألك ربي عليه وعن جسمه فيما أبلاه والرابعة ها وعن ماله من أين اكتسبه منين جابه من القروضات وإلا جابه من الحلال جابه بالرشوة من الرشوة إليه هو كيفاش وصل للمنصب غادي كان كدفع حويجة هذاك باش يجيبوه يسألوا عليه ها هذاك كله باش يسألنا المولى عز وجل عليه فبالتالي هذاك المال باش يسألك ربي عليه منين جبت وفيما أنفقت فين حطيت إن شاء الله نكون من ضمن هذا الحديث ونقف معاه ونقول الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الخير ونتمسكوا ونشجعوا بعضنا مش ربي إن شاء الله يختم لنا ونحن على طاعة لأن الإنسان كثبت ربي بعد الطاعة هذاك هو الأصل في سورة النحل يقول فتزل قدم مش قبل ثبوتها بعد ما نال وخذاك الخير هذاك إن شاء الله ربي يثبتنا على خاطر الخير هذاك أعطاه لنا ربي يلزمنا نثبتوا عليه نشجعوا بعضنا ونحاولوا كيفاش نرغبوا بعضنا في العمل والتطبيق لأن ربما اللهم يا مثبت القلوب شفت علاش يقولها وهو في السجود ولولا أن ثبتناك دائما الإنسان يحتاج إلى تثبيت وإلا ربما ينحرف وإن كان عنده الخير يرد باله قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا التثبيت من عند الله عز وجل فالإنسان في سجوده اللهم يا مثبت القلوب والقلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ربما في الصباح على طاعة في المساء على معصية ما تعرفش عليه فبالتالي الإنسان يسأل ثبات من عند المولى عز وجل ويحمد ربي على هذا الخير ويحافظ عليه راه أعظم ذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه الإنسان يعطيه ربي القرآن ثم ينساه في القراءة وفي العمل هذا أعظم ذنب هذا أعظم ذنب أنه ربي يعطيك الخير وكلك نسيت وش تعمل باش علاش نسيت بسبب شهواتنا وملذاتنا هي اللي خلتنا نبعدوا على هالقرآن هذا ولا في الحقيقة هو ربي يعطيك الخير وانت تقول له ما حشتيش به كانك تقول له هكذا فالإنسان يثبت على هذا الخير ويحمد المولى عز وجل وساعة في الأسبوع راه في حساب هذا الزمن ما تساوي شيء أنا قلت لكم 40 سنة السيد يكتب في تفسير خرجوا للأمة باش تنفع واللي عدى عمره ينفع في المسلمين في الطب والهندسة والعلوم الأخرى هذا كلها شي يلقاها مسجلة ويعطيه ربي الخير إن شاء الله فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذا الخير وأن يجعلنا من العاملين به آمين يا رب العالمين وننتقل إلى القراءة الفردية
نعم اللي بعد موش موجود مش اللي بعد ها هاي يا معز غايب اللي بعد السلام عليكم وعليكم السلام يلا توكل على ربك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أي ركز وي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم الأربك من الإعراب الشكل لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا أبغي بين كسر قل قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء بص. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون بص. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات رقق الدال درجات داء ورفع ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم جزاك الله كل خير أحسن من حفظه قراه جيد اللي بعده آيس هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ربك را فخم أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا لا ينفع لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل فخم الغنة بعدها القاف من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا مش الذين أتخفش إن الذين الذين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا دينهم دينهم ريح الكلمات والمدود إن الذين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء
إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يفعلون تخطفش الفاء يفعلون لا يفعلون. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هكيك. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فله مد الصلة زيد شوي. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هكيك. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فتح الله عليك، جزاك الله كل خير. نعم. أمشي سيدي أمشي. لا أمسيس. أكمل حفظها الله القولة. قل إن صلاتي ونسكي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أمرت رقق الراء وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيوة. قل أغير الله غير الله فخر الراء. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء شيء سكن الهمزة وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وزر فخم الراء وزر أخرى حكي. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بارك الله فيك. لبعض غايب اللي بعد. وين يا سيدي؟ سلام سيدي ورحمة الله. توكل على ربي واقرأ من أول الصفحة. هل ينظرون إلا أعمل إخفاء في النوم. هل ينظرون إخفاء مع الغنة. هل ينظرون إلا أن مش ألا إلا إي بين كسر إلا أن إلا لأن الألف ممدودة حركتين إلا أن تأتيهم الملائكة. هي عاود في عقلك مش عاود. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. ها. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي ربك أن أو يأتي موجودة قدامك. أه موجودة. أه بس جيت بكره لبس لبس نعطيك شوية ما لبس خير في عقلك ترتاح ربي يفتح عليك إن شاء الله لبس إن شاء الله أعطيه شوية حلوة يلا يلا اللي بعده خير إن شاء الله أو موجود أي سيدي تفضل. يا الله
نعم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ نعم. يوم يأتي بعض. لا، زيدها شوية في المد. يوم يأتي هكا بالمد. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. أعمل إخفاء وفخم الغنة. من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم. قل انتظروا إنا منتظرون. هكاك. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إنما أمرهم إنما زيد شوية في المد واعمل غنة النون. إنما أمرهم إلى الله جل جلاله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أي من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هكاك. ومن جاء بالسيئة بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. لا، يقولوا يظلمون، هذا سيدي ورش هو اللي غلى ظلام. وهم لا يظلمون. رقق الله. وهم لا يظلمون. أي. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. نعم. دينا قيما. زيدها شوي الإخفاء مع غنى. دينا قيما مع التفخيم. دينا قيما. ملة إبراهيم. قلق للباء. إبراهيم. إبراهيم حنيفا. هكاك. وما كان من المشركين. فتح الله عليك، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. اللي بعد. أي سيد. وعليكم السلام. تفضل سيدي. قل في عقلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. استك المد ومحياي، بينك القرآن كله منهج حياة تعيش به، هو يسطر لك يعني هالحياة هذه اللي بتعداها. ديش تقول لا خليني نحصره، نحصر القرآن والأعمال هذه الشرعية كلها في المحراب، ما يلزمش تخرج من المحراب. لا، ما جابهاش في صلاتي عادية، صلاتي ونسكي عادية، وفي المد جابها في ومحياي 73 سنة اللي باش تعديهم، ولا الله أعلم العمر اللي أعطاه لك ربي. يلزم المنهج موجود في القرآن. قال دينا قيما، القيم هو الذي لا نقصان فيه كامل. دينا قيما كل شيء فيه، إذا كان هو علم كيفاش تدخل تواليت، كيفاش تدخل لها، شو تقول وشو تخرج تقول، ما يعطيكش منهج حياة في المؤسسات وفي الإدارات وفي كيفاش تعيشوا به. فجابها بالمد ومحياي، حياتك كلها لابد أن تكون مطابقة لما جاء في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة بكل شؤون حياتي الإنسان. أي قل إن صلاتي ونسكي. نعم أقرأ. نعم. إيه. لا شريك له. قول لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أمرت وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء جل جلاله. تكسب كل نفس ولا تكسب كل نفس إلا عليها هكاك. ولا تزر وازرة ولا تزر وازرة وزر أخرى. تمام.
ثم إلى ربكم مرجعكم. ثم إلى ربكم مرجعكم. لا لا غنة تافهين إذا أتى بعدها الفاء إظهار. ثم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فخم الخاء. تختلفون فينبئكم. قل من هناك. فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يلا واصل. وهو الذي جعلكم خلائق. خا ولا خا؟ فخم الخاء. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع ورفع بعضكم فوق بعض فوق بعض درجات إدغام فقط نحل غنى. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. هكاك. إن ربك سريع العقاب. سريع ضم العين. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. جل جلاله بارك الله فيه. آية اثنين أخرين ويزي. أعطيني اثنين. وين اللي بعد؟ لطفي يلا اللي بعد. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. حكيك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هكك. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إنما أمرهم إنما أمرهم إلى الله. هكذا. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. تلاوة طيبة بارك الله فيك. أنت تصلي بهم في الجامعة الكبيرة سيدي على طول ولا بالنيابة؟ بالنيابة. والعلى طول اللي صلى بهم البارحة حكا طيب لا مشكلة تولي صلي. هذا كما أخذ قرار توا عنده قرار سيدي. يا ساتر يا رب. الله المستعان. السلام عليكم. يا الله قل إيه. يقول ولا مثال أحد ولا الضالين بهذه الكيف نستعين بيزيد يعني يعمل حرف مفتوح هك كل نهاية مد عندي يقول نستعين ين ريتك العبارة يا مفتوحة ولا الضالين كيف على كل حال يلا نستعين.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بارك الله فيك، تلاوة طيبة، ربي تقبل منك وجزاك الله كل خير. أي يس في بركة. باش ننتقلوا، شكون مازال؟ نزيدوا زوز من بعد نمشيو للتكرار، يلا نزيدوا زوز يلا. سلام سيدي، أهلا وسهلا. إيه نعم، توكل على الله. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك هكاك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. عندك خطأ، أعوده لنا ترى. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. أيوة. ومن جاء بالسيئة. ما تخفش الكسرة بتاع بس بالسيئة بي مش بس تولي الثانية اخطفها خطفين. أي ومن جاء. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. نعم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم نعم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بارك الله فيك، أحسن الله إليك، تلاوة طيبة وأحكامك سليمة بإذن الله. نعم اللي بعده سيدي. أي مرحبا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم عودها ترى كان العين هكا فخمت. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه ممتازة. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء هكك. ولا تكسب كل نفس إلا عليها
ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هكذا. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. يا إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ما شاء الله، تلاوة طيبة اسمك. احسنت، ما شاء الله ما شاء الله. هاي سيدي اللي بعده شنو؟ طب باش نمشيو للتكرار ما اش عندنا اليوم بالتكرار؟ حزب لا تجدن اشد الناس عداوه. نكملوا تو الحزب ومن بعد نمشينا هاي التكرار. نحيد لك المصحف هذا بكل ترتاح منه. نحيد لك هذيك سيدي هاك هاك هاي لتجدن أشد الناس عداوة. تكرارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أشركوا را مش أشركوا. أشركوا را اليهود والذين أشركوا. ولتجدن أقربهم قلق القاف. ولتجدن أقربهم ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. كيفاش قريتها؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. أيه. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. مش قسيسين نو، ما هيش منونة بفتحة واحدة. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. ذلك فتحة واحدة. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هكك. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعين ترى قال ترى 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 وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هكك. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اي نعم. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا ونطمع وما جاءنا من الحق وما جاءنا من لا لا تولي نافية وما جاءنا من الحق يعني عكسه الباطل صلى الله عليه وسلم. لا نعود وما جاء لا هذه الآية التي قبلها وما لنا لا نؤمن بالله قول وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هكك. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تجري فهل مد الطبيعي فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين. لا الأنهار رقق الهاء تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أصحاب ما تخليش الحال داخل خليها على برا. أصحاب مش أصحاب كن خلي الحال داخل الفم تولي مفخمة. أصحاب مش أصحاب تخليهاش الداخل خرج الحرف من برا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كفروا وكذبوا مدود
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما أحل الله لكم ولا تحرموا. يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من لا تحرموا. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ما أحل الله. لا تحرموا طيبات. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. إنه لا يحب المعتدين. إن الله مش إنه. إن الله لا يحب المعتدين. نعم. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا 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 واتقوا الله الذي أنتم الذي وفي شوية المدود واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله يبين كسرة الياء كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. حسن بارك الله فيك. حسن ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. إيه نعم صمت. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هكذا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل الله. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل عن ذكر الله عن ذكر الله زيد مازال طولة عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هكذا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا. أحسنت. والله صحيح والله يحب المحسنين. نعم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا
هديا بالغ الكعبة هديا 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 بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك أو عدل ذلك صياما صياما أو عدل ذلك صياما أي كم للعدل أي أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أو أمره أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره مش أمره ر أمره أم أو عدل أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره صحيح فعفى الله عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه هكك. والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه وطعامه كما وصيتكم على العين ما عشان تقاها داخل الفم تقولوا وطعامه هذه تحاول أن تدخلي فيها داخل الفم لا هي ماهيش حرف مفخم مرقق حروف المرقق دائما خارج الفم وطعامه كنقول وطعامه خلاها الدخل تتفخم الحرف في الحاول في العين ردوا بيننا منها أحل لكم صيد البحر وطعامه 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 حل وطعامه متاعا لكم وللسيارة أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة 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 وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما هكك. واتقوا الله الذي إليه تحشرون جزاك الله كل خير بارك الله فيك وفتح الله عليك اللي بعده سيدي تكرار نعم في التكرار لا ما نعاودوش نرجعوا انا راجعين بالتكرار نكملوا لا معاهم نرجعوا للبقره ديما هكا نعم حطيته في القراءه من الاول اذا كان مش حاضر كانوا قراءه من الاول هذه انظرونا طيب ان شاء الله شكون بعده اي سيدي جعل الله جعل الله الجيم شدة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما قياما للناس والشهر الحرام والهدي والهدي والقلائد جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الشهر الحرام والشهر الحرام والهدي والهدي والقلائد, والهدي والقلائد حكي. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم نعم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون لا فيش كنتم هذا وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لا تحقيق تسهيل أين تبدلكم مع الإخفاء لحظة عاد عن أشياء أين إخفاء النون مع الغنة نعم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أين لا أشياء أين أشياء أين تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة فخم الرأس سيدي ما جعل الله من
بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. نعم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. هكك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل الميم في الميم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تكتمون. لا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هكاك إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم قوله يا أيها هذا يكمن يكفي. بارك الله فيك أحسن جزاك الله كل خير. أي ثم اللي بعد وشكون صاحبه؟ ها؟ اللي بعد هاي سيد هاي سيد سلام سيد ورحمة الله. أي يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم قولي يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. حكيك. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا
وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا إن هذا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. بارك الله فيك أحسن تذكر النص به موضع صعب. نعم أحسن بارك الله فيك. لي بعد وين لبس؟ نعم لا غايب. اللي بعد رمز وين موش موجود؟ يلا يلا اللي بعد يلا سيدي مازال عنا نص. يلا خلينا نكملوا. يلا يا جماعه. واذ اوحيت الى الحواريين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. تمام. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ حكيك. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إيه نعم. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. نعم. قال عيسى بن مريم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. نعم. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه مد الصلة عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله حكيك. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم فأنت العزيز الحكيم. حكيك. قال الله هذا يوم ينفع الصادقون صدق قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز المبين لا مسميش المبين ذلك الفوز العظيم صحيح لله ملك السماوات والأرض وما بينهن لا لله ملك السماوات لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بارك الله فيك أحسن جزاك الله كل خير اللي بعد وي من أول الأنعام شكون صاحب الثمن الأولاني يلا اللي بعده هاي حاضر الثمن مريق سيدي هاي توكل على ربي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم أرفع صوتك باش نتبعوك الناس كل الحمد لله الذي أنزل الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل لا مش والأرض والأرض ربك من الشكل سيد الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا ثم قضى ما تقولش ثم تعملش مد أعمل غنة في الميم وبس ثم قضى أجلا ثم قضى أجلا هكك وأجلا وأجل ثاني بالرفع وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات والأرض وفي الأرض في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون امشي يعلم سركم بدون يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ما تأتيهم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين لقد فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما تعملش غنة بحذان فاء مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم يلا مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك الكتاب مش معرف ولو نزلنا عليك كتابا مش معرف بأن يلا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا منهم إن منهم في قرنها لقال الذين كفروا إن هذا مباشرة لقال الذين كفروا إن هذا سحر مبين لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين أي وقالوا لولا نزل عليه ملك ولو أنزلنا وقالوا ريتني نقص تليفون والله أنا نضيع فيها جملة الله غالب وقالوا لولا أنزل عليه ملك هكك. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فأحاق بالذين ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون
قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هكك. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. بارك الله فيك أحسن يفتح عليك إن شاء الله. اللي بعده يلا يلا اللي بعد برا اللي بعد وايس أو موجود أيس. اللهم ولهم ما سكن في الليل والنهار. بسم الله لا إله إلا الله. أقرأ سيدي. وله ما سكن في الليل. لا ما تشدش في اللام. في الليل مباشرة هكذا قول. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. هكك. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات. فاطري فاطري. فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أمرت رقق. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. هكي. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده. فوق عباده رقب. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به لأنذركم الميم أي وأوحي. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ لا مش بالتحقيق الهمز السين تحقيق والتسهيل مع الإدخال إنكم إنكم لتشهدون أن مع الله مش مع كما نبهت عاد مع الله خرج العين أن مع الله آلهة أخرى. قل لا أشهد. قل لا أشهد. قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. نعم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. نعم. ومن أظلم ممن افترى غلب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. شوف سيدي شوف. نعم. ويوم يحشرهم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول قولا ويوم نحشر خليهم في القسم كلهم يقعدوا في القسم لحظة سيدي لحظة كلهم يقعدوا في القسم اللي يجيهم اطلع لهم لا اطلع لهم خليش صغارك يلا اطلع لهم وخليهم في القسم يلا معاش يخرجهم كله معاش يخرجهم كيف تجيوا الأولية نتاعهم يلا سيدي. ويوم نحشرهم جميعا برانهم يا حسين خلي الأوراق غاد يلا قول. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر يا وين هو وصل. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن
قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ايه ومنهم هذا كثمن يكفي بارك الله فيك أحسن الله إليك ومنهم يثمن الأخير يوين صاحبه يلا اللي بعد صابر شنو يلا موجود ولا غاي أعطيني اللي بعد يلا سيدي الله 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 وعليكم السلام سيد أي ومنهم من يستمع ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين أحسن الله إليك بارك الله فيكم جميعا ربع ساعة بين فيها كما العادة ما أخذناه في الحصة الماضية من أوجه للقراءات السبع وقد أخذنا سورة الفاتحة ونحتاج إلى تطبيقها فمن يأتي إلى التطبيق تعال سيدي وعليكم السلام قالوا
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أردنا أن نقرأ أي سورة، أي سورة كانت، مش نبدأ بها، لا بد من البسملة، لا بد من البسملة. الشاطبي قال: ولا بد منها في ابتداء كسورة، وفي الأجزاء خير أو خير من تلا. يعني أي سورة باش نبدأ بها لابد من البسملة. متفقين؟ طيب مدامنا في أول السورة، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. وتكون بهذا الشكل آية آية كما قرأ النبي، وهو السنة في الوقوف كما نسمع البارح جابها الفاتحة قريب يجيبها الكل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هز البوسطة مزروب، ويني مجدني عبدي، أثنى علي عبدي، حمدني عبدي، كتجيبها أنت الكل، خليت له مجال مش يقول حمدني عبدي، وقتل تقول الحمد لله رب العالمين، الحديث القدسي تعرفوه كلكم، حمدني عبدي، كتجيبها له مزروبة خليك أنت مزروب، لا، الحمد لله رب العالمين، ونقف هكذا كما قال. نعم، توا الآن قرأ لقالون إلى أن بلغ ملك يوم الدين، هكا ولا مالكي وملكي، شكون قرأ مالكي وشكون قرأ مالكي؟ قلنا في الحصة الماضية الذي قرأ مالكي هما عاصم والكسائي، عاصم براويه شعبة وحفص، والكسائي براويه دور الكسائي أي وأبو الحارث، راويان مشهوران للكسائي. إذن الكسائي وعاصم قرأ مالكي، مالكي قرأها من؟ ذكروني ترى، عاصم والكسائي. ما لا نعطف بعاصم والكسائي في هذا الموضع، مالك يوم الدين. انتهت عندنا الرحمن الرحيم مالكي، الرحمن الرحيم أخرها شنو؟ مين؟ مالكي بدايتها ماذا؟ مي، مالكي، مالكي فقط مش مالكي. هذوما حرفين متماثلين، الإدغام لمن؟ صاحب الإدغام في الحرف متماثلين من السبعة هو الإمام السوسي عن أبي عمرو، الإمام السوسي عن أبي عمرو قرأ بالإدغام في الحرفين المتماثلين من كلمتين. واضح مشايخ؟ ما لا نطبقها. الرحمن، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، صار الإدغام. هذا شكون قرأ هكا بالكيفية هذه؟ الإمام السوسي عن أبي عمرو. أنهيناها، أكمل الآية التي بعدها. إياك نعبد وإياك نستعين. متفقون. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هذا قالون ومن معه، ما عدا قنبل عن ابن كثير. قنبل في الصراط، وصراط المعرفة والمنكرة يقرأها بالسين، يقرأها قال الشاطبي: وعند صراط، والصراط لقنبلة بحيث أتى. ايش معناتها بحيث أتى؟ في كل القرآن لفظ الصراط وصراط المعرفة بأل والمنكرة، الإمام قنبل عن ابن كثير يقرأها بالسين خالصة، نقرأ له بالسين. اهدنا الصراط المستقيم. أيوة. صراط الذين أنعمت عليهم. طيب، هذا الإمام من؟ قنبل عن ابن كثير بالسين، مازال فيها خلف. الإمام الشاطبي مازال مطول معانا، يقول حمزة. أحسنت، خلنا نذكر البيت أو كمجرد أبيات تحفظه، مش تحفظه كل أنتم. يلا، قال: وعند صراط، والصراط لقنبلة بحيث أتى، والصاد زايا أشمها لدى خلف وشمن لخلاد الأولى. عكك باه. الإمام حمزة الكوفي له راويان مشهوران هما خلف وخلاد، خلف وخلاد في الموضع الأول المعرف يتفقان يقرآن بالإشمام، يقولان اهدنا الصراط المستقيم، أكل معرف لولاني،
ويختلفان في الموضع الثاني المنكر الثاني بتاع الفاتحة، يقرأ خلف عن حمزة زراطة بالإشمال، وخلاد يقرأ بالصاد كقالون. ها؟ وخلاد يقرأ بالصاد كقالون. نقرأ لخلف عن حمزة: اهدنا الصراط المستقيم. كم لله؟ صراط الذين أنعمت عليهم. أحسن. حمزة كل لفظ ثلاثة كلمات شدوهم سهلين. قال عليهم ولديهم وإليهم، ثلاثة كلمات كل ما جينا لفظ عليهم ولا لديهم ولا إليهم، يعني يا ساكنة وبعدها هاء، عليهم مش يا ساكنة وشنو بعدها؟ بعدها الياء. الإمام حمزة الكوفي برمته يقرأ عليهم إليهم لديهم هكذا حيث جاء. قال عليهم عليهم ولديهم حمزة بضم الهاء وقفا وموصلا في الوقف وفي الوصل، يعني ناقف وإلا مش موصلوا بالرفع لقراءة من؟ قراءة حمزة. نقرأ لخلاد في هذه الآية: اهدنا الصراط المستقيم. هذا المعرف. صراط الذين اقرأها بالصاد واضحة سهلة. صراط الذين أنعمت عليهم. تمام، أنهيناها. الآية التي بعدها: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا قالون. قالوا قالون في ميم الجميع، ايش عنده؟ الوجهان في ميم الجميع. وين ميم الجميع؟ عليهم. عليهم هذيك ميم الجميع. قالون في الوصل نحكيه كي باش يوصلها بما بعدها، عنده الاسكان كما قرأ وعنده الصله يقرأها عليهم عليهم. اذا قالون الوجهان، الاسكان والصله. ابن كثير براويه الاثنين البزي وقنبل له الصلة قولا واحدا، له الصلة قولا واحدا في كل القرآن، كل ما جي عليهم ويصلها بما بعدها يقرأها بالصلة. نقرأ لقالون بالصلة وسوف يتفق معه الإمام ابن كثير فلا داعي لإعادتها. نعم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شكون أقرأ بالصلة هنا؟ قالون. واتفق معه ابن كثير براويه اللي هو البزي وقنبل في صلة ميم الجميع. أنهيناها وفيها حتى خلف آخر. الآن ننتقل إلى الفاتحة والبقرة. به احنا مش قلنا كي نبدأ أي سورة لابد من البسملة، توا بين السورتين مازال 10 دقائق وباش ننهي. مازلنا أي اتفقنا فيه. نقرأ له. نعم. صراط غير المغضوب، من هناك مقراش لحمزة. أحسنت. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنهيناها، جزاك الله كل خير. ملاحظة في مكان. نعم. الآن قلنا إذا كان أردنا أن نقرأ أي سورة إيش نبدأ لابد من البسملة، توا بين سورتين أحكام البسملة، أشكون يثبت البسملة وشكون يصلون ويسكتون؟ باهي كنقولوا نحن أنا باش نذكر البيت وانتم طلعوني. وبسملة بين السورتين بسنة، صحيح؟ من فهمها؟ من الباء، من قوله بسنة باء قالون. باش نزيد نكمل: رجال رجال رالما للكساء، صحيح؟ رجال نموها النون لعاصم الكوفي برويه شعبة وحفص، نموها درية دال ابن كثير المكي. إذن هذوما عندهم الإثبات، إثبات البسملة بين السورتين. نعاودهم: الإمام قالون اللي نقرأ به، الإمام الكسائي الكوفي، والإمام عاصم الكوفي، والإمام ابن كثير المكي. إيش عندهم بين السورتين؟ إثبات البسملة لا بد منها. باهي. اللي ما عندهمش بسملة عبارة القرآن سورة واحدة، من هو؟ أنا نذكر البيت وانتم تطلعوني.
قال ووصلك بين السورتين فصاحة. الفاء لمن؟ من قوله فصاحة للإمام حمزة الكوفي. بين السورتين لا بسملة لحمزة، واضحة. إيش مازال من السبعة؟ مازال عنا ورش وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي. إيش عندهم ثلاثة هذوما؟ عندهم الوصل والسكت. قال ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتا. وصل يعني الوصل واسكتا. شكون هما يا الإمام الشاطبي؟ كل، الكاف من كل لابن عامر الشامي. جلاياه، الجيم من جلاياه لورش. حصل، الحاء من حصل لأبي عمرو البصري. ايش عندهم بين السورتين؟ الوصل بلا بسملة والسكت بلا بسملة. نطبق هذه الأوجه، الوصل والسكت. غير المغضوب وما بعدها. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. قلنا بلا بسملة يا شيخ. الوصل والسكت بلا بسملة، وأنت تقرأ لأصحاب الوصل والسكت لا بسملة لهم. غير المغضوب، أي جيب الوصل ووصلك. قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. إيش يسموه هذا؟ يسميوه الوصل، فيه بسملة لا بسملة فيه. السكت، السكت ما هو؟ قال وسكتهم المختار دون تنفس. وسكتهم المختار دون تنفس. سكت بنفس النفس اللي خديته، تعمل سكتة بدون تنفس. نأتي بالسكت. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. هذا هو السكت، فيه بسملة لا بسملة فيه. واضحة لحد هنا الأمور؟ واضحة. ألف لام ميم متفقون، كل القراء يقرؤون ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بالآية. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك متفقون، الكتاب متفقون، لا ريب متفقون، فيه هدى. هنا كلمة، هنا عنا فيه اخرها شنو؟ ها هدى بدايتها شنو؟ شكون صاحب الإدغام؟ الذكر الرحمن الرحيم. شو قاعد يطبق معنا هكذا يتبع فينا؟ لا مش قم رد بالك. السوسي عن أبي عمرو. السوسي إيش عنده في الحرفين المتماثلين من كلمتين؟ الإدغام. نأتي له بالإدغام. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى هدى للمتقين. هالإدغام هذايا فيه القصر والتوسط والطول. نجد تقرأ بالقصر وتجد تقرأ بالتوسط وتجد تقرأ بالطول. مفهومة؟ كل وجه تقرأ به صحيح في الإدغام. طيب فيه هدى باهي، أنا الإدغام الكبير باهي. عنا فيه هدى، فيه هدى، هذه بين متحركين، وإلا بين متحرك وساكن، أو ساكن ومتحرك، ساكن ومتحرك. وين الساكن؟ الياء في هذيك تسمى ساكن. هدى متحرك وإلا لا؟ وما قبله التحريك، القاعدة يقول وما قبله التحريك للكل والصلة. الكل هم يقرأوا بالصلة، يعني بين متحركين بالصلة لكل القراء. أما هنا ساكن ومتحرك في فيه. قال وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم. وما قبله التسكين لابن كثيرهم، سهل الشاطبي سهل علينا رحمه. وما قبله التسكين، وشكون هو؟ سماه باسمه ابن كثير المكي. كيف يقرأ؟ اقرأ له ذلك الكتاب من هنا. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شو حسيته؟ شو الزيادة اللي عملها؟ مد في فيه هدى هكا ولا؟ شكون يقرأ بالصلة هنا بين ساكن ومتحرك؟ ابن كثير في كل القرآن، كل ما يجينا هكذا يقرأ هكذا.
واضحة ولا ماشي الأمور؟ 10 على 10. يلا ما هذه أنهيناها لكل القراء. الآية التي بعدها: الذين يؤمنون بالآخرة الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هات تتبعوها الآية واحدة واحدة. الذين متفقوا يؤمنون يؤمنون هذه على وزن ماذا ساعي؟ يؤمنون يفعلون هكا ولا هذه فاء الفعل؟ الإمام ورش يقرأها بالإبدال، كل لفظ يؤمنون على وزن يفعلون الإمام ورش يقرأ بالإبدال. كيفاش يقرأها؟ يؤمنون، واضح ولا؟ كل لفظ يؤمنون الإمام ورش يؤمنون، معه السوس عن أبي عمرو، السوس صاحب الإدغام في يؤمنون يقرأ كورش في كل القرآن. الذين يؤمنون، إذن من السبعة يؤمنون لورش ومعه السوس عن أبي عمرو وحمزة عند الوقف فقط. إذا كان الإمام حمزة وقف على يؤمنون كيف يقف؟ يؤمنون. عندكم كالقاعدة، إذا أردت أن تنجو من حمزة فلا تقفن له على كل همزة. تحب تمنع منه ما تقفلوش على همزة. الذين يؤمنون يواصل، الذين يؤمنون بالغيب، إذا كان واصلها يقرأ كقالون. ما لم نخص ورش يؤمنون، السوس يؤمنون، حمزة عند الوقف يؤمنون، والباقون يؤمنون. يؤمنون بالغيب ويقيمون متفقون. الصلاة، الصلاة هناك من يقرأها بالترقيق وهناك من يقرأها بالتغليظ، تغليظ اللام. الصلاة من هو؟ ورش، من القراء السبعة كل، من العشرة كل، الذي يغلظ اللام بشروط. إذا كانت مسبوقة بالصاد أو بالظاء أو بالطاء، إيش يقرأها؟ يقول الطلاق ولا الطلاق؟ يقول مطلعي ولا مطلعي؟ أيوة، هذا من هذا؟ ورش. إذا نقرأ له الذين الصلاة والباقون بالترقيق. نعم، صلاة ومما، هذه الشهر متفقون متفقون. نرجع له، إلا أن نحن في تونس فيها خلاف، فيها خلاف. ثم يقرأها ومما رزقناهم ينفقون، وثم يقرأها ومما رزقناهم ينفقون، خلاف موجود عندنا في تونس. أنا هو الصحيح ومما رزقناهم، هذا هو الأصل، واضح ولا؟ ومما رزقناهم، هذه ايش تسمى؟ رزقناهم ميم، ميم الجميع، ميم الجميع، هذه قالون ايش عنده فيها؟ ديتوها في الفاتحة صحيته. الوجهان لقالون، شكون معاه زاد؟ ابن كثير، احسنتم، قولا واحدا. والباقون بالاسكان، والباقون، اذا الايه تو قريناها بقالون، باش نعاودوها، نعاودوها لمن؟ الوجه الثاني لقالون يولي، واضحة ولا؟ نقرأ لقالون. الذين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. شكون اتفق معه؟ ما نقرأولوش ما دامهم اتفقوا، خلاص نرتاح منه. نرجع الآن لمن؟ نرجع للورش. يقول علاش مش السوس؟ على خاطر بالترتيب، انت تو تمشي في الايه من الاخر مش من الاول، كنجيو باش نجمعوا نمشيو للايه من الاخر، فهمتوها ولا؟ من الاخر واحنا ماشيين. قرينا تو القالون بالاسكان والصله، نشوفوا الكلمه اللي بعدها اللي فيها الخلاف، نلقاو الصلاه، نقراو الورش. مش ما تقوليش علاش ما نقراش السوسي؟ قلت السوسي مازال اتفق مع ورش الا في يؤمنون. ايوه، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اتفق معه السوسي؟ لا، رد بال، ها اتفق ولا لا؟ علاش ما اتفقش معه؟ اتفق معه في أشياء واختلف معه في أشياء،
اتفق معه في يؤمنون واختلف معه في الصلاة. إذن نقرأ له: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بارك الله فيكم ونكتفي بهذا القدر، مش ما تدخليش برشا. جزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم، جعلكم الله من العاملين بالقرآن، وحشرنا معه ومع الأنبياء والشهداء والصالحين. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.